تحية طيبة للجميع مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد المتجدد من برنامج شربة بوليتيك على المباشر عبر قناة الحياة الجزائرية لإزاحة الغموض عن عديد القضايا السياسية الاقتصادية الاجتماعية. واليوم موضوعنا مشاهدينا الأفاضل اجتماعي بامتياز يهم الرأي العام. سنتحدث اليوم من خلال هذا المنبر الإعلامي الهادف عن دور المساجد في التوعية والتحسيس في مختلف المواضيع التي تهم المواطن الجزائري، وسنتحدث أيضا عن دور الإمام وطبعا المشاكل التي يتخبط فيها. سنتحدث أيضا عن بعض التجار الغشاشين المضاربين الذين ينتهزون بعض المناسبات الدينية للربح السريع وحرق جيوب الجزائريين. أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عليها مع الأستاذ دكتور يحيى صاري عضو اللجنة الوطنية للفتوى. مساء الخير سيدي. وسهلا، بارك الله فيكم على الاستضافة. نعم بارك الله فيك شيخنا، هذه أول مرة بقناة الحياة الجزائرية. نعم إن شاء الله ما تكونش آخر مرة. إن شاء الله إن شاء الله. دكتور يحيى صاري، لو نتحدث عن المسجد ودور المسجد في التوعية والتحسيس، تعليقك تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة منكم في هذا البرنامج الذي يفسح لنا المجال للحديث عن دور المسجد ورسالته وما يتعلق بالإمام من القضايا والمسائل المحورية في حياته وعلاقته بالمجتمع. نعم. المسجد هو الخلية الحية النابضة داخل المجتمع، حيث أن المسجد له عدة أبعاد في رسالته. عنده البعد الديني التعليمي، وذلك ببث المعارف العلمية الضرورية التفصيلية للحاضرين والمصلين والمهتمين، وعنده البعد التعليمي في تعليم القرآن للناشئة وللأطفال وتربيتهم تربية حسنة أخلاقية، وعنده بعد كذلك في الجانب التنشئة الصالحة في عن طريق المدارس، مدارس رياض الأطفال وهو ما قبل التمدرس، حيث يهيئ هذا التلميذ والطفل إلى مرحلة التمدرس، حيث يقرأ ويدرس بعض المعارف الضرورية في حياته. نعم، ولكن هناك بعد، اسمح لي، البعد التعليمي والبعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي في ما يخدم به المسجد المجتمع من المساعدات المادية ومساعدة اليتامى والفقراء والمعوزين، وهذا البعد الاجتماعي عن طريق المساجد الحمد لله تقوم بدور كبير في هذا المجال. ترى دكتور بأن دور المسجد تراجع في الآونة الأخيرة، نشوف أنه المساجد لم تعد مثل السابق. المساجد في السابق لما يعني خطب الجمعة تكون مسموعة، يعني حتى اللي يكون في المنزل يسمع خطبة الجمعة، يعني كانوا يديروا مكبر الأصوات. الأذان أيضا كان يسمع يعني بطريقة جميلة جدا ورائعة، أيضا الحناجر اللي كانت يعني تلقى بها الأذان. اليوم نشوفه أصبح وكأنه بعض المساجد أصبحت يعني تقتصر فقط الخطبة على الحاضرين فقط في هذاك المسجد. لماذا ممنوع أنه يديروا مكبر الصوت؟ لماذا هذه الأمور؟ لا، هو نعم يعني نستطيع أن نقول هناك نوع من التراجع، يعني ليس نعم. تراجعا شاملا، الحمد لله المساجد فيها أئمة وأكفاء وأصحاب يعني شهادات علمية عالية وخبرة كبيرة في إدارة المسجد وأداء الرسالة المسجدية. وبالنسبة للميكروفونات، يعني هناك بعض الحرج يقع في بعض المساجد من طرف الساكنة التي تسكن في جوار المسجد، فكثيرا ما السكان يعني يشتكون من رفع الصوت بالجمعة وصلاة التراويح، وهذا يحدث كثيرا. لهذاك بعض المساجد تتفادى إذاعة هذه خارج المسجد وتكتفي بالأذان حتى لا تحرج ولا يقع الضرر للساكنة التي تسكن بجوار المسجد. ربما تجد مسجد بجواره يعني عمارات نعم ونحو ذلك، لكن الأمر يبقى مراعاة للمصلحة، ومساجد فيها فضاء واسع لا تقوم لا يؤدي يعني هذا. مش ممنوع ولا لا ليس يعني. ممنوع ليس ممنوع إنما نعم هذا تقدير، هذا مسألة تقديرية يقدرها الإمام وأهل المسجد مع أهل الحي.
هذه مسألة تقديرية. نعم صح. نعود نولي إلى نقطة مهمة وجوهرية بخصوص المسجد في معالجة القضايا الراهنة. نعم. مثلا احنا في السابق يعني في الخطب ولا حتى في الدروس نشوف الإمام يقوم بواحد الوعي تحسيس مثلا مثلا قال شاف مشكلة في هذاك الحي ولا يعالجه بطريقة بسيطة وبدون يعني ذكر الأشخاص اللي داروا هذاك المشكل ولا ويحاول أنه كما احنا نقوله يتفاداوا المشاكل اللي راح تترتب بعدين. اليوم شفنا أنه الدروس ربما تنحصر فقط على أنه يحكيوا على السلف الصالح يحكيوا على قصص الأنبياء وغيره، علاش ما نعالجوش القضايا الراهنة؟ نعم هذا ليس عاما في جميع المساجد، يعني هذا يوجد في بعض المساجد دون غيرها يوجد، ولا لا يمكن أن نصدرها يعني حكما إلا بحالة استقرائية علمية وبحثية واستقرائية، حيث نجد ما هي الغالبية، هل غالبية المساجد هي منكفئة على خطاب مسجدي قديم ليست له علاقة بالواقع؟ هذه تحتاج إلى شيء من الدراسة والبحث، ولكن نستأنس بأقوال الحاضرين وأقوال المصلين، نستأنس بها، فببعض الأحيان نسمع كلاما أن هذه خطب حقيقة جامدة، خطب كأنها جاءت من عالم آخر من عالم الفضاء، وتعبيرات الناس، وهناك والحمد لله خطب ولا يعني جيدة تعالج أرض الواقع. نعم ونحن يعني أئمة الله يبارك ذو كفاءة علمية ما شاء الله ويعطيك خطب، حتى أنه شفنا يعني في بعض المساجد، أنا مثلا في ولاية بومرداس أنه كاين في مدينة بن يونس في زموري يعني إمام شيخ ناصر اللي نوجه له تحية يعني يجوه من كل المناطق باش يجيو يصلوا عنده، يعني نظر لأنه المعلومات اللي قدمها وشيء رهيب جدا. حتى أسلوب الخطابة أستاذ طبعا يحيى يتغير من إمام إلى إمام آخر. نعم. هنالك الأسلوب الترهيب وهنالك أسلوب الترغيب، كيف تعلق أنت؟ نعم هو شوف يا أستاذ الكريم، الإمام خطبته إنما تنبع من مؤهلاته العلمية. نعم. وخصوصا ما يتعلق بمعلوماته ومعارفه فيما يتعلق بأصول الخطابة ونظامها المعروف عند أهل العلم وأهل الاختصاص. نعم. ومن أهم هذه الأصول وهو أن الخطبة إنما هي علاج للواقع، الخطبة فيها الترغيب وفيها الترهيب، الخطبة لا تخرج عن أسلوب القرآن. لا. القرآن فيه التاريخ، فيه الترغيب، فيه الترهيب، فيه يعني مواضيع متنوعة، فماذا يفعل الخطيب؟ ما يعني ماذا يراد من الخطيب؟ أنا راني مستمع، ماذا أريد من هذا الخطيب؟ أريد منه أن يذكرني بما يجب علي تجاه ديني وتجاه دنياي. هذا هو تجاه ديني. ولكن كيبقى الأئمة أستاذ هنالك الإمام الوسطي يرى كيفاش يقولوا يقوم باسلوب الترغيب واسلوب الترهيب تارة، ولكن هنالك بعض الائمه يعني يقومون باسلوب الترهيب دائما، حتى انه الانسان اللي يكون يصلي خاف. لا يعني نحن دائما ينبغي علينا ان نفهم الواقع وان نتعامل مع المتغيرات الاجتماعيه والعقليه ونحوها التي يعيشها المسلمون وهم ضمن عالم واحد صغير، ما أصبح عالم كبير، عالم واحد صغير، بحيث تتغير الأفكار، تتغير الرؤى، تتغير بين عشية وضحاها، مش بين قرن وقرن. فالإمام ينبغي عليه أن يعرف ويدرك الأشياء التي والقضايا والمعاني والكلمات والأساليب التي لها تأثير، التي لها تأثير، مثله مثل الطبيب النطاسي الخبير الذي يضع المبضعة على الجرح المناسب ويضع الدواء للداء المناسب. ما هو هذا؟ الإغراق في الترهيب، هذا يوجد نفسية يائسة قانطة مقيدة بسلطان الترهيب والخوف، فلا يمكن أن يتحرك هذا الإنسان الخائف إلى الأمام. كذلك الإغراق في الترهيب كذلك قد يشكل مرضا نفسيا، وهو مرض الوسواس والخوف والفوبيا كما تسمى عند علماء النفس، تشكل له مرضا يسمى بالفوبيا،
الخوف المفرط، وهذا لمسناه من بعض الناس ويشتكون لنا ويقول أنا سمعت إماما يعني في خطبته أو في درسه تكلم على قضية من القضايا وأغرق في الترهيب والتخويف حتى أصيب هذا الإنسان أو تلك المرأة أو ذلك المستمع بحالة فوبيا، في حالة هستيرية. حصل لما يتكلموا على أدب القبر، لما يتكلموا على نعم شيء رهيب جدا صراحة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهنا نقف متأملين في سر الآية وهي موجهة للدعاة جميعا إلى الله وعلى رأسهم الأئمة والخطباء. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مكان مناسب. ما هو الوقت المناسب للترغيب وما وقت مناسب للترهيب، وما هي الكلمات التي يعني تستعمل في الترهيب؟ يجب أن تكون كلمات منتقاة، لأن المقصود وهو الترهيب ليس غاية هو وسيلة، والترغيب ليس غاية هو وسيلة. والوسائل يؤخذ منها كما يؤخذ الملح في الطعام، وإنما هي وسائل ليست غايات. أنا ما نجي للخطبة وغايتي هي الترهيب، إنما هي وسيلة، هل أحقق بها المصلحة لتحقيق الهدف من الخطبة؟ إذا كان هذا الترهيب لا يحقق لي مصلحة فألجأ إلى أسلوب آخر. وأساليب الدعوة إلى الله متنوعة، وألوان الكلام متنوعة ليس لونا واحدا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة لله رب العالمين يلون الكلام تلوينا، فهذا يعني يلون له الكلام تلوينا. فإذا هذا الإمام لون الكلام تلوينا أدرك الناس عظمة هذه الشريعة، وأنه يريد أن يأخذ الناس إلى شاطئ النجاة وإلى سفينة الخلاص. ودين الدين يسر وليس دون الدين عسر. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة لو كان ربي قال والموعظة يكفينا، لكن كيف تكون موعظة غير حسنة؟ هي الموعدة وشنو هي؟ الموعدة هي التذكير بالله سبحانه وتعالى، تذكير باليوم الآخر، تذكير بالجنة بالنار بالحلال بالحرام. ولماذا قال حسنة؟ يعني حتى الموعدة ينبغي أن تكون حسنة، يعني جميلة حسنة لها بهاء ولها وقع على القلوب. وأنا أعطي مثالا، أنا مرة كنت في مستشفى في أزور أخا في مصلحة القلب، وفيه ناس يعني في مصلحة القلب ونسأل الله الشفاء لجميع المرضى. يدخل أحد الشباب وفي يده مطوية فيها بعنوان أهوال النار ويوزعها على المرضى، وهذه مخالفة للشرع، هي موعظة لكنها ليست حسنة. لماذا؟ لأنها ليست في موضعها. المريض، هذا المريض الذي ينتظر يحتاج الدعاء، يحتاج إلى الرجاء، يحتاج إلى أن يسمع عن رحمة الله الواسعة، يحتاج باش يسمع إلى عذاب الله، لأنه في تلك اللحظة قد ييأس ويقنط ويلعب به الشيطان. أدعو لسبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي مشي حسن أحسن. نختار الأحسن والأفضل حتى في المجادلة، يعني. الأفضل، أفضل الكلمات، أفضل العبارات، أفضل الآيات والأحاديث التي لها وقع على النفوس بما يناسب المدارك العقلية، بما يناسب الوضع الاجتماعي، بما يناسب التغيرات الزمان والمكان. ونحن نعرف في أصول الفتوى، وهي الفتوى بالحلال والحرام، تتغير في ديننا بتغير الزمان والمكان، وهي فتوى تقول هذا حلال وهذا حرام. فما بالنا بالموعظة التي ليست فتوى؟ الخطبة هي تذكير، ومع ذلك ينبغي للخطبة أن تكون متجددة بالاعتماد على أصول هذه الخطابة والوعظ في ديننا. إحنا دين تاعنا القرآن بيّن لنا هذا، كيفاش ندعو الناس، كيفاش نخاطبهم، كيفاش نجادلوهم، كيفاش نبينوا لهم، وهدينا في ذلك سير الأنبياء والمرسلين. نعم، وأيضا نعم. الرسول عليه السلام طبعا وضح أكثر من ذلك، يعني أستاذ يحيى صاري. نعود إلى نقطة مهمة وجوهرية، بعيدا عن أسلوب الترهيب والترغيب، هل الإمام مجبر على أنه يعالج القضايا الاجتماعية اللي تمر بها هذه المنطقة؟ لماذا؟ لأنه كل إمام راه مسؤول الحي هذاك اللي
يعالج في هذه القضايا. هل هو مجبر أم أنه يقدر يتخلى على هذه القضايا اللي الجبر هو من حيث من ليس جبرا بالمعنى الإلزام، ولكن قد يكون الجبر هذا من الناحية الوظيفية، من ناحية الرسالة، قصدي رسالة الإمام. أنا أذكر لك قصة عجيبة في لما في أول درس درسناه في علم الخطابة في الثمانينيات، أول درس أستاذنا العلامة الشيخ عبد اللطيف الأزهري، في أول درس درسناه والتقينا بشيخنا لقرن الخطابة، قال لنا: أنتم يا معاشر الخطباء أكثر جرما من اللصوص والسراق. كيف ذلك؟ قلنا له: يا شيخ، يعني أنت أول مرة تصدمنا بهذه الصدمة هذه؟ قال: لأن السارقة الذي يسرق أموال الناس يمكن أن يعيدها، أليس كذلك؟ يعيدها. أما أنتم تسرقون أوقات وأعمار الناس، ولا يمكن أن تعيد تلك الساعة التي أضعتها للمأموم أن تعيده لأهل عمره. فبقيت هذه الكلمة يعني مؤثرة في حياتنا، وطلبة الشيخ اللي درسنا عليه. ولهذا الإمام ينبغي عليه أن يحرص على أن تكون خطبته نافعة وتقديم الأحسن والأفضل للمستمع. نافعة، والنفع هنا هو نفع يبقى تقديري كذلك من شخص إلى آخر، من يعني قد يكون قد يرى شخص في من الحاضرين يرى أن هذه خطبة غير نافعة، وآخر يراها نافعة. نعم. لكن يقدر الإمام، بمعنى يحرص الإمام لا يقع في الإهمال، لا يقع في التفريط، لا يقع في العبث بأوقات الناس، يعني هو يحرص على أن يقدم الشيء النافع باجتهاده وما يقدره. نعم. كيف من القضايا والمسائل دكتور يحيى صاري لربما بعض الأئمة يتحفظوا عليها وعدم ذكرها في خطبهم؟ مثلا احنا نشوفوا باللي كاين أمور خطيرة جدا تحدث في المجتمع، ليس المخدرات فقط، ليس السرقة فقط وهذا الفساد وغيره، وإنما كاين أمور أخطر من ذلك في المنازل. على سبيل المثال كانت قناة الحياة عالجت هذا الموضوع وهي زنا المحارم. لماذا ما يطرقلوش في خطبة الجمعة؟ يقولك هذا موضوع من الطابوهات مثلا. ولا نعم، نحن احنا شفنا اللي انتشرت كثير هذا الظاهره. اولا شوف يا استاذ الكريم، المجتمع الجزائري عنده بعض الفوارق عن المجتمع الاخر، مجتمع محافظ، مجتمع لا يزال يعني يتخوف او يتهيب، احنا ما نقولش يتخوف لانه الخوف من شيء، لكن يتهيب من بعض المواضيع اللي مطروحة في مجتمعات أخرى بشكل عادي، وذلك مراعاة لهذه اللغة الاجتماعية والثقافة الاجتماعية. وأقول من باب الشرعي، لا أتكلم من باب مجرد ضغط شعبي ولا ضغط يعني واقعي، كل من باب الشرع. نحن أئمة ننطلق من ديننا، من شريعة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى في القرآن تكلم على أشياء كثيرة جدا، لكن ليس المشكل في ليست المشكلة في عدم في الدخول في هذه القضايا والتنبيه، لأن المشكلة في الأسلوب، في الأسلوب. فإذا كان أسلوب معالجة للموضوع وطريقة المعالجة كيف؟ إذا كنا ربما هذه المواضيع اللي تعتبر من الطبوهات، ولكن لما تكون بأسلوب لين وأسلوب تقدر تعالجها. قصدي الأسلوب الذي يحفظ الأذواق ولا ينفر المستمع. والله سبحانه وتعالى قد تكلم عن القضايا الأخلاقية في القرآن، وعندنا يعني قصة سيدنا يوسف عليه السلام وفيها ما فيها يعني من وما انظر ذاك الأسلوب، أسلوب راقي. نعم. القرآن يقرأ في التراويح، يحضر الرجال والصغار والنساء والأطفال، ولا واحد يوم الأيام وجد شيئا يحرج المجتمع. نعم. لهذا نقول أن الإمام يستطيع أن يهتدي بالقرآن ويعالج أي قضية كانت أخلاقية اجتماعية مهما كانت، إنما الـ هنا المدار على ماذا؟ المدار على الأسلوب. نحن لا نريد أسلوبا فجا، أسلوبا فجا أقرب إلى الأساليب الإباحية
وإنما نريد أسلوبا محترما. محترما جميل. والناس عذرا والناس حتى الناس متقفين في المساجد. المساجد فيها مثقفين، فيها ناس عارفين جدا. نحن ما وجه زمانية كنا على عام العولة ما الناس تدريك وتعرف الخطاب ولا بيتك فيه الإشارة، والناس تفهم بالإشارة والعبارة التي تتضمن أداء الرسالة تفهم الناس، ما مش الناس. جميل. راح نوصل معك دكتور يحيى صاري عضو اللجنة الوطنية للفتوى طبعا في هذا البلاتو. نروح فاصل إعلاني ونعود طبعا في الجزء الثاني من البرنامج للحديث عن بعض الأئمة أيضا الذين يقولون اتقوا الله معاشر المسلمين. كيف نتقي الله سيدي الفاضل؟ وبعض الأئمة أيضا الذين صراحة يسترسلون ويقوم يعني بأحاديث وأيضا بآيات من القرآن، والمستمع كاين بعض المستمعين وكأنه الإيمان في جهة وفي جهة. كل هذه الأمور، وسنتحدث أيضا عن المضاربة عن شهر رمضان القادم، كل هذه الأمور في الجزء الثاني من البرنامج. مشاهدينا الأفاضل، التغطية لا تزال متواصلة. فاصل إعلاني ونواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. تحية طيبة للجميع مشاهدينا الأفاضل، عودة إليكم. متواصلون في نقاشنا طبعا، موضوعنا مجتمعي واجتماعي بامتياز مع ضيفي الدكتور يحيى صاري عضو اللجنة الوطنية للفتوى. مساء الخير من جديد أستاذ. اليوم مانيش قاسي معك، اليوم راني نسايس فيكم الفناء السياسيين أسئلة. نروح معك اليوم شوية شوية باش هكذا نفهموا حتى المواطن الجزائري تتضح له الرؤية أكثر. صح، نتحدث قلنا عن بعض الأئمة الذين يقولون اتقوا الله معاشر المسلمين، فيه عذاب قبر، مهم أمور خطيرة هي فعلا هذه هي الواقع، ولكن كما قلت أنا بأسلوب ترهيبي. اليوم أنا كمصلي مثلا، مصلي عادي ولا واحد دخل في الإسلام، كيفاش يتقي الله؟ لما تقول أنت اتقي الله، ما هي الوسائل اللي نتقي بها الله؟ الأفضل للإمام كما تعلمنا من شيوخنا أن يتخذ أسلوب التودد للمستمع، وأسلوب التودد هو أن يخاطب نفسه والمستمعين، ولا يكون ولا يأمر كاتقوا واتركوا وافعلوا. هذه الأشياء ربما تجعل فاصلا نفسيا بين الإمام وبين المستمع، بحيث الإمام كأنه ليس معنيا بالتقوى وليس معنيا بالأمر والنهي. فأفضل أسلوب وأسلوب التودد الذي من خلاله يشعر هذا المستمع أن الإمام والمأموم كلاهما معنيان بهذه، هما في طبقة واحدة، في طبقة واحدة، فيتخذ الأساليب التي تشعر المستمع أننا كلنا ذلك الإنسان الذي يراد أن يستفيد من الخطبة. والأفضل للإمام هذا، بحيث يكسب ثقة المستمع، بحيث لا يشعر هذا المستمع المأموم أن هذا الإمام في برج عال وأنه قد في حالة من العصمة أو نحو ذلك، لا يدعيها الإمام الحمد لله. لكن هذا من باب الأساليب الخطابية التي ننبه إليها. فالإمام يشعر المستمعين بهذا، يشعر أنه هو معني بهذا. كيف يتقي الله سبحانه وتعالى؟ تقوى الله هي ما أمر بها الأنبياء، يا أيها النبي اتق الله، الله تعالى أمر الأنبياء بالتقوى. ماذا الله؟ كلمة اتقي نعم الله؟ التقوى هي مأخوذة من الوقاية، من الوقاية. وش نوع الوقاية؟ اجتناب. نعم، والوقاية هي أن يجعل الإنسان بينه وبين النار ما يقيه بفعل المأمورات وترك المنهيات. نعم. هذه التقوى. نعم. نعم. أستاذ أيضا قبل ما نروح إلى موضوع آخر، اليوم الظروف تغيرت وظروف استثنائية صراحة. لسنا اليوم في وقت كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. اليوم نقدر نشوف إحنا في عصر العولمة وطورت الأمور بشكل رهيب جدا. كيف يمكن اليوم للإنسان أن يحافظ على دينه؟ والله شوف يا شيء صعب جدا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يأتي زمان يعني وين الإسلام يكون يعني كواحد حكم جمرة في يده. نعم. اليوم رانا نشوف القضايا تطورت والأمور أصبحت. إذا كان لنا تصور عن الدين أنه أتعاب وأحمال ثقيلة، وأنه تكاليف لا يمكن أن نأخذ بها، فهذا ممكن يتصور الإنسان أن الدين
ربما فيه لا يناسب العصر، لكن الدين الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والدين الذي في سنة 2020 هو نفسه ما تغير. حتى الإسلام نعم. صالح لكل زمان وكان، هذه الصفة اللي يتميز بها. والله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان ما لا تطيقه ما لا يطيقه عقلا، وما لا يطيقه بدنا، وما لا يطيقه نفسيا. لا يكلف نعم. الله نفسا إلا وسعها. إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا حديثا عظيما، فقال لأصحابه: إنكم في زمن لو تتركون عشر ما أمرتم به لهلكتم، وسيأتي زمان لو تمسك الناس فيه بعشر ما أمروا به لنجوا. وهذا حديث ماذا يدلنا؟ يدل على أن الإنسان اللي يكون في زمن ما تتوفر فيه أشياء كثيرة مما يساعد على الالتزام، أداء الواجبات والمندوبات وترك المكروهات، هذا جميل ياك. وفي زمن قد لا يؤدي فيه الإنسان إلا الواجبات، الواجبات الشرعية المفروضة، لو أدينا هذه المفروضات فلكنا في خير كثير. وقد جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني علمني الإسلام، قال كما قلت لي قبلتك بارك الله فيك واحد قلوا اتق الله، فجاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، قالوا علمني الإسلام، قال تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال لا أزيد عليه، قال لا تزيد، وتصوم رمضان، قالوا لا أزيد عليه، ما نزيد على رمضان، تحج مرة في السنة، قالوا في العمر ما نزيد عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أفلح إن صدق. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم أداء هذا الجانب اللي يسمى بالفرائض. فلما تتوفر البيئة، كل إنسان قد توفر لفرض، فرض توفر له بيئة يؤدي فيها من 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 التكاليف الشرعية، مما هي واجبات ومندوبات ومسنونات ونحو ذلك ومستحبات، الشيء الكثير، وبيئة وفرض لا توفر له إلا أن يؤدي الواجبات. فهو الحد كما يسميه شغل الحد الأدنى الذي لا يجوز المساس به ولا يجوز العبث به، وهو أداء الواجبات. والواجبات هذه الشرعية، احنا لو كان نديروها على سبيل التفصيل لو سمحت في دقيقة واحدة. تفضل. الصلاة في 24 ساعة، لو جمعنا كل الصلوات لا تأخذ منا إلا ساعة من 24 ساعة، ساعة واحدة يعني، لما كانش واحد. هذه ساعة لما تكون تصلي برزانة وبهدوء. نعم. مش الآن رانا يعني نقرأ في ربي يغفرنا إن شاء الله ويتقبل منا. الساعة خمس صلوات كما تفضلت، يعني من 24 ساعة نحيو الساعة فقط لأداء خمس صلوات في اليوم والليلة. الزكاة فيها 2.5% برك من ثروة كبيرة طائلة نأدي منها 2.5%. الصيام مرة في السنة كما الساعة في العمر، عملية حسابية نعم. فقط وبسيطة جدا، والحج مرة في العمر والخيرات على صحيح، والحج مرة في العمر. جميل صح. نعم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم شيئان. نعم. لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنته. نعم. هكا نعم. 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 حتى الإنسان لما يكون متشبث يعني بكتاب الله. نعم. وسنته أكيد راح يكون في الطريق الصحيح والطريق. نعم. المستقيمة. أيضا نعود نقول إلى نقطة مهمة وجوهرية، كثير من الأصدقاء ومن ذكرنا فحتى نتكلموا في هذه الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديث يقول لك اجتمع مع الصحابة، يقول له يا رسول الله في معنى الحديث أنه كنت لقوا معك يعني نقولوا سيبون يعني الإمام يبلغ ذروة الإيمان عفوا يبلغ ذروة دياله، ولكن يقولوا بعد ما نخرج من عندك فيه أمورات تحدث. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لو تقعدوا بنفس الإيمان لصفحتكم الملائكة. وهنا استدل العلماء ربما أنه الإيمان يطلع ويهبط. من ذاك تقول فضيلة الشيخ أنه اليوم أنا لما نستمع الخطبة مثلا عندك نقول سيبو ما زيش نسمع الغناء بار إكزامبل، ها مجرد ما نخرج برا تلقاني نسمع في الموسيقى، في رأيك هنا أنت كيفاش هذه القضية؟ هي شوف، كل المسلم هو شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنبولة. السنبولة رغم ضعفها وصغارها ولكنها تميلها الريح هكذا وهكذا، لكن الرياح لا تكسرها ولا تقتلعها. وأما الشجرة الكبيرة فرغم كبارها وجذورها فإن الرياح تقتلعها من جذورها. فالمسلم هذا هو إنسان خطأ، هو بشر. إحنا لا ينبغي علينا أن نتصور المسلم في أنماط خارجة عن مفهوم الشرع، وأن المسلم هذا عبارة عن صورة نمطية مش موجودة في الشرع، يعني موجودة في الأذهان.
في بعض الناس يتصور المسلم هذا نمط محدد. لا، المسلم هو بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بما قالت أولئك الثلاثة الذين قال جلسوا مع أنفسهم وقالوا هذا رسول الله، قد غفر الله لما تقدم من ذنبي وما تأخر، وإحنا وكان نعمله وش نعمله ما شنو وصلوا. فقال أحدهم أما أنا فإنني أصوم ولا أفطر، والآخر قال أما أنا أقوم ولا أنام، والآخر قال أنا لا أتزوج النساء. فبلغت هذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال غاضبا ورافعا صوته وجمع الناس في اجتماع طارئ، اجتماع طارئ أنه خرج في المجتمع حاجة شادة، خرجت شيء من التعمق والتنطع والغلو. فقال صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فإني أخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر، وإني أقوم أنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي هذه فليس مني. من أراد أن يأتينا بدين أصحابه يتعذبون ويشقون، هذا ما هوش الدين الإسلام. نعم، وشوف نعم. الحاجة اللي كان يتميز بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو إن رأى أمر خطير وخارج العادة يقوم فيخطب. نعم، جميل جدا. نعود نولي إلى نقطة مهمة أيضا أستاذ، ومذكورة في سورة الحجرات أيضا، وهي قضية التنابز بالألقاب، قضية أيضا الشتم والسب، وأيضا الإشارة بالبنان، بنان الأصبع، هذا زاني، هاته زانية، هذا فاسق، هذا، وكأنه بعض الأشخاص نحن موجودين في المجتمع الجزائري وكأنه يمد لك أخت، هذا يدخل الجنة، هذا يدخل النار، حتى أنه مذكورة في سورة على ما أظن صاد، يقول لك ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. الإنسان ما يحكمش على المظهر. تعليق تفضل أستاذ. وفيك بركة. هذه قضية خطيرة، يعني العلماء يقولون في مسائل الأحكام، يقولوا هذه أخطر القضايا هي قضية الأحكام، أن حكم على الناس بالنار أو الجنة أو الفسق أو الصلاح أو الفساد أو الكفر أو نحو ذلك. هذه قضية خطيرة جدا، تزل فيها الأقدام وتطيش فيها العقول والأفهام. لهذا علمنا الإسلام أننا نجتنب قضايا الأحكام، لأن الأحكام إنما تؤول إلى أهل الاختصاص. الأحكام حكم قضائي، مش حكم فردي. إذا لا يجوز أستاذ أن نقول هذا زاني، هذه زانية، هذا سارق، هذه سارقة. نعم، لا يجوز. الأحكام لا تجوز الحكم على الناس، كل واحد يحسب نفسه قبل ما يحسب غيره. إنما أمرنا أولا بستر العاصي. هذه مسألة أساسية في الدين، العاصي الأصل فيه يستر، لا يفضح ويكشف، هذا هو الأصل. ولكن شفنا في الأونة الأخيرة أنهم يفضحوا فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا خروج عن عن هما دايرين في بالهم. أستاذ اسمح لي قاطعتك دكتور، هما دايرين بلي لما يفيلمي هذاك السيد في وضع مخل بالحياة وينشروا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعالج قضية، ما هو راه ما يشوفش بلي أنه راه يزيد ينشر الفاحشة. لماذا؟ لأنه كثرة رؤية هذيك المناظر المخلة بالحياة تميت القلب، تبلد نعم، ويولي تولي أمر عادي جدا تشوف الأمور هذه. تفضل. الأصل الذي لا يحيد عنه الإنسان المسلم هو أن الإنسان ينبغي أن يستر. متى يكشف؟ هذا عندما يتعلق بأمر قضائي، عندما يتعلق بالأمر القضائي، عندما يتعلق بالأمر الفتوى. أنا لما نستفتي إنسان نقول له يا شيخ أنا كذا وكذا حصل كذا وكذا، كما الطبيب، الطبيب أكشف له خلل صحتي وعيوب نفسي أن يعطيني دواء، لكن الطبيب لا يسجلني ويضيع ذلك على لأنه أخلاقية المهنة، أخلاقية المفتي لا يضيع للناس أخبارهم. إذن الأصل في المسلم والستر. النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد يقول يا معشرة من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه، وحتى يفضحه ولو في عقر جوف بيته، لأن الجزاء من جنس العمل. ولهذا الأصل والستر. يجوش حتى العاصي، هذا العاصي هو خونة في الإسلام،
هو كاين نعم. بعض الائمه ايضا نعم. استاذ الوقت يداهمنا باش نروحوا ايضا لموضوع المضاربه، بعض الائمه يقول لك ما نصليوش على هذا لانه كان زاني، لانه هذا كان يشرب الخمر، لانه وايضا حدثت قصه ربما تاع نعم. هذاك الانسان اللي كان يشري الخمر نعم. يشوفوه الناس يروح يشري الخمر وفي النهار راح يصلي يعني نعم هو وبعدين نعم. اتضح انه يعني حتى الوزير والملك حضروا الجنازه ديالو يعني نعم. وين شافوا انه كان يشري الخمر مش باش يشربوه انما باش يرميه نعم حفاظا على شو استاذ لا لا نهون من المعصيه حتى ولا نهون. نعم حتى يتصور العاصي انه يعني كما يقولوا شيء عادي وطبيعي، لان المعصيه خاص المعصيه ده كانت بين الانسان وربه، هذا راه في الستر. أما الجهر بالمعصية هذا خطر. المجاهر هذا مش كما تفضلت الآن، المجاهر راه يشيع الفاحشة بحديثه. ولكن رغم ذلك هذا أمرنا بالستر حتى على المجاهر، أمرنا بالستر حتى على المجاهر، والكشف إنما والفضح إنما يتعلق بمصلحة، إذا تحققت مصلحة والمصلحة يحددها أهل الاختصاص مثل القضاء مثل المنازعات المخاصمات هذه حددها الخليل. نعم حتى في الستر، في قضية ستر فضيلة الشيخ باش نخرج من هذا الموضوع، كاين كما كنا تكلمنا على ضعف الإيمان في بعض الأحيان، هو الإنسان مثلا هذا مصلي إنسان متقي الله يصلي الأوقات، ولكن في كما احنا نقولوا الشيطان يغره نعم. والنفس يعني لأمارة بالسوء نعم. يعني يحدث له خطأ هكذا يعني لا تعالى يطيح في مشكلة هكا خفيفة يلقى روح يدور في موقع التواصل الاجتماعي نعم. يقول لك إذا هذا كان يربي في صلاته ويكش يقولوا الرياء في الصلاة وهو خارج لا هو احنا لازم يعني الإنسان يحاول أنه كيفاش يتستر على أخوه المؤمن هو هذا أصل جميل لا نخرج عن هذا الأصل جميل جدا نعم. يلا نمروا إلى موضوع مهم جدا نحن كمسلمين شوف فضيلة الشيخ والله وكأنه بلك كثير من الناس لا يتبع فينا بلك يشاطروني في الرأي هذا الكفار لو كانوا يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بلك يسبقونا للجنة لماذا وكأنهم ادوا تعاليم الإسلام في تعاملهم في خلقهم في احنا المفروض انه احنا اللي نستفادوا من الاسلام باعتبارنا احنا مسلمين احنا اولى منهم ولكن هم ادوا الاشياء الجميله من الاسلام في التعامل في شوف حتى الدول يعني اوروبيه لما يقترب شهر رمضان يخصوا اسواق يخفضوا الاسعار احنا في الجزائر هنا مثلا على سبيل المثال دوله عربيه مسلمه نزيدوا في الاسعار تعليقك تفضل نعم احنا ندعو الله ان يهدي جميع الكفار ويجعلهم من اهل جناته ان شاء الله ويعود يقولوا يدخلوا في الاسلام نعم يهديهم وشوف نعم. فضيلة الشيخ اسمح لي قاطعتك نعم. انا نهضر بزاف على كل حال ولكن هذا الشيء من الواقع نعم. المعاش شوف الكفار اليهوديين او المسيحيين شوف راهم يستعملوا كل الوسائل كل الاليات من اجل نشر المسيحيه واليهوديه هي ديانه نعترف بها نحن والاسلام يعترف بها ولكن ليس الديانه المحال يعني راهي منحرفه وكامل احنا هنا في المسلمين وكان ما ننشطوا قدر المستطاع يعني قدر الشيء الكافي من اجل انه نعرفوا بالاسلام اكثر وندخلوا هذا الكفار في ديننا الحمد لله هو اليوم كاين سؤالين في سؤال نعم هو الاول كاين نشاط اعلامي نشاط يعني عبر وسائل التواصل هناك ائمه هناك دعاه الى الله عز وجل بشتى اللغات العربيه وغيرها العالميه لغات العالميه موجود هذا التواصل مع الاخر مع الاخر من غير المسلمين هناك تاثير هناك الحمد لله وهذا واقع ورانا موجود ونحن رانا كامل نعرفوه عبر شبكه عندك رقم استاذ عدد الكفار اللي دخلوا في الاسلام هو الارقام يعني ليست دقيقه ولكن كثير اللي نعم. راهم يدخلوا الاسلام نعم كثير جدا والارقام ليست دقيقه يعني باش نقول لك انا يوميا شحال راهم يدخلوا في امريكا ولا في فرنسا ولا في كذا لكن هناك إقبال كبير على الـ على الـ على الإسلام يعني هذه مسألة تحتاج إلى برنامج خاص بها اللي يعني اللي ما فيها من التشويق وفيها من التأثير نعم, نعم والإثارة أيضا نعم. أستاذ يحيى صارين عاود نولي لك إلى سؤال اللي كنت تكلمت عليه بخصوص الدول الأوروبية والعربية المسلمة هو أنه التخفيض في الأسعار والمضاربة نعم. والاحتكار كاين دي جو والله ما لقاوش ياكلوا يروح يرحم بابك بدون زيت يلقاها ب 94000 ولا البطاطا اليوم كانت تدير 2000 فرانك اليوم هو رمضان قالوا 15 يوم ولا 13 يوم ولات 7000 8000 نعم. طوماطيش ولات 12000 لماذا هذه الامور هذه المضاربه نحن نعم. مسلمين نعم. وديننا دير الرحمه علاش ما نسيسوش بعضنا يعني نقولها بالكلمه البسيطه فضل. الجزائريه نقولوا عيب علينا يعني
الكلمة البسيطة عيب علينا ونحن ننتمي إلى هذا الدين، دين التراحم، هذا الدين الاجتماعي، هذا الدين تاع التواصل الاجتماعي، الترابط الاجتماعي، الدين الذي يحمي الضعيف، الدين الذي يحمي الضعيف، يوصي بالضعيف أن يكون هو في حماية المجتمع حيثما وجد هذا الضعيف، ضعفا معنويا أو ضعفا حقيقيا حسيا أو مرضيا أو نحو ذلك. الضعيف هو دائما في المقدمة، هو في حماية المجتمع. المضاربة هذه بالأسعار والاحتكار هذا هو يعتبر جريمة، جريمة من الجرائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: المحتكر خاطئ. وش معنى خاطئ؟ آثم. هذا وش معنى خاطئ؟ من الخطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقال عليه الصلاة والسلام: من احتكر سلعة 40 يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وهناك أحاديث بعضها يعني صحيح وبعضها فيه لين، ولكن والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فحرم الله سبحانه وتعالى الاستغلال، وحرم عز وجل كل شكل من أشكال الاستغلال للآخر، وعلى رأس هذا الاحتكار. ما هو الاحتكار؟ نعم باختصار أستاذ، لأن الوقت دهنا. بارك الله. الاحتكار وشنو هو؟ خاطر مسألة شرعية ولها أحكامها وتفاصيلها. الاحتكار هو حبس سلعة أو مال أو عمل لأجل غرض ارتفاع سعره والغلو في السعر، من أجل الربح السريع، من أجل الغلو في السعر وارتفاع السعر فوق المعتاد، زيادة على المعتاد مع الحاجة، مع الحاجة لتلك السلعة. هذا لا يجوز، غير جائز. نعم هذا يعتبر كبيرة من الكبائر الشرعية. نعم، حتى أنه بعض التجار، باش نختموا ويسمحنا المخرج في دقيقة فقط، بعض التجار اللي ربي يسامحهم الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: من غشنا فليس منا. ولكن يشوف يغشوا، يعني الحبة المليحة يديرها من الفوق ومن تحتها كامل فاسدة. تعليقك على هذه النقطة أستاذ؟ نعم، يعني رسالة نؤديها، رسالة والنداء يعني للمسلمين التجار، أن بركة التجارة ليست في عد الأموال وليست في عددها. بركة التجارة هي بركة معنوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحالف على السلعة، الحالف على السلعة ممحقة، منفقة ممحقة. هذا الإنسان ليغش ولا يحتكر، صح راه بعد يجيب أموال طائلة، لكن من الذي خسره؟ خسر البركة. والبركة من الله، البركة ما يشي يشريها ما يشريهاش إنسان في المارشي ولا في السوق، البركة من الله عز وجل. والعوام يقولوا، العوام يقولوا، يقول ربحها في الدراهم وخسرها في الدواء، هذه العوام يقولوا، هذه دعوة والعياذ بالله. الناس تقول هكذا. واضح أستاذ. نعم. كلمة اليوم توجهها لهؤلاء التجار، للأئمة، لكل الجزائرين. نعم، الكلمة لمثلي الإمام وإخواني الأفاضل المشايخ فرسان المنابر، أن يكون في هذا الشهر الكريم يعني منبرا يشع بأنوار رمضان وبهدايات القرآن وبهداية سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ومرافقة المجتمع في قضاياه الاجتماعية وغيرها من القضايا الكثيرة التي يحتاجها المجتمع في رمضان، وخاصة القضايا الروحية والتذكير بما عند الله عز وجل من الأجور والحسنات والتواب. هذا هو شهر رمضان. نعم، ونطلب أيضا من المواطن الجزائري احترام إجراءات التباعد الاجتماعي بخصوص كورونا، خاصة أنه أنتم كلجنة وكالفتوى يعني تكون صلاة التراويح ولا تتجاوز 30 دقيقة إن شاء الله. نعم، إن شاء الله. ورسالة كذلك للتجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في المواطن الجزائري، ويحرصوا على استنزال رحمة الله تعالى بأن يبيعوا ببيع المثلي، لم يطلب منهم أحد أن يخفضوا الأسعار. شكرا جزيلا دكتور يحيى صاري، عضو اللجنة الوطنية للفتوى. وأيضا نختم بحديث: ارحموا من في الأرض
يرحمكم من في السماء. شكرا جزيلا دكتور على تلبية الدعوة. نلتقي بإذن الله تعالى في الأيام القليلة القادمة، ونتمنى أن تكون قبل شهر رمضان وللحديث أكثر ربما عن الأخطاء الشائعة في شهر الصيام. شكرا جزيلا. أما أنتم سادة الأفاضل سادة الأحبة، تكلمنا على دور المسجد في المجتمع في التوعية والتحسيس، تكلمنا على التجار المضاربين وعلى عديد القضايا، ولو أنه صراحة الوقت مر بسرعة لم نتناول جميع القضايا وجميع الأسئلة التي تتبادر في ذهن مشاهدي قناة الحياة الجزائرية. إذن ما بقى لي غير نقول لكم سادة الكرام سادة الأحبة نهاية أسبوع موفقة للجميع. كان في إخراج هذا البرنامج المخرج رضوان بورحلين، وجوله تحية كبيرة لعائلته، أيضا عادل سعادة في الهندسة الصوتية، أيضا في خلف الكاميرا طارق كاجيت، خدمتكم أنا ميكروفونيا عمر بن رقطة. نلتقي بإذن الله تعالى يوم الأحد مع موضوع آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم. شكرا لك أستاذ.